معي حارس المرمى أحمد، أحييك، شكرا لحضورك. حقيقة حينما استدعيتك الدقيقة 70 كنت أعطيك إحدى أو أعطيك نجومية هذه المباراة، أعتقد لقطة الهدف غيرت الموازين شوي، أبغاك أنت تتكلم عن المباراة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. هارد لك للجمهور، يعني هو صحيح نقطة يعني طلعنا، ما طلعنا خسرانين، بس يعني خلاص زي ما نقول كنا متمسكين بالفوز، وكان من أهم ثلاث نقاط اللي عندنا في الدوري. بس زي ما تشوف كرة القدم أغلاط، يعني حتى لو مهما تدافع لين دقيقة 90 وتجيك غلطة تنجح الفريق الثاني. يعني ما نقول إن نجران ما قدم مباراة، قدموا مباراة، بس يعني هذه كرة القدم أخطاء، الحمد لله على كل حال. الخطأ بالذات أتحدث عن الهدف، ضعف في التركيز آخر الدقائق، أقول أحمد نقص عنده التركيز، قبلها يمكن بعشر دقائق أنت شايل كرة ما يشيلها أي حارس. لا هو بغض النظر عن التركيز، وما كنت يعني زي ما تقول يعني في آخر عشر دقائق خمس دقائق الدقائق الحرجة يعني، أو بالأحرى آخر دقيقة في دقيقة 90 يعني الحمد لله التركيز كان كله موجود. بس زي ما تقول وانت أدرى يعني سيد العارفين، وانت عايش في كرة القدم من سنوات في الدوري، يعني كرة القدم عرض تخطى من أول دقيقة لين دقيقة 90، أهم شيء تحافظ على تركيزك، وكان الحمد لله كنت مركز في المباراة. بس الحمد لله هذه قدرة رب العالمين، يعني نعتذر لجمهورنا، الإدارة، لإخوان اللاعبين، والحمد لله إن شاء الله المباراة الجاية نعوضها خير إن شاء الله. نقول وضعنا نقطة وانتهت، هي نقطة للرائد ونقطة لنجران. من يتابع الآن سيؤثر هذا الموقف على أحمد الكسار؟ لا إن شاء الله يعني ما راح يأثر إن شاء الله، وزي ما تقول كرة القدم الواحد يتعلم من أخطاء إن شاء الله ويستفيد منها في المستقبل. يعني زي ما تقول هذه حصلت في كأس العالم مو في الدوري السعودي، حصلت في الحارس إنجلترا يعني، بس إن شاء الله الواحد يعني يلتفت لنفسه أكثر، وإن شاء الله يتلافى هذه في المستقبل، وأهم شيء يقدم لأعلى. وزي ما تقول يعني الأخطاء واردة في كل وقت يعني إن شاء الله. يعطيك العافية عبد الله. شكرا أحمد الكسار، آخر الضيوف ومن سجل الهدف في هذه المباراة بالنسبة للرائد وليد الجيزاني، بالتأكيد تحية لزميلي الحارس وليد، أحييك. قد يكون تعادل أشبه بالخسارة، وجوهكم بالتأكيد غير راضين عن النتيجة إطلاقا، هل هو لأن الهدف حضر في آخر الدقائق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والله طبعا الحمد لله على كل حال. طبعا يمكن فريق نجران فريق محترم، طبعا في أرضه وخارج أرضه طبعا يمتلك عناصر. احنا بالنسبه لنا يمكن ما ودنا نخسر على ارضنا ايا كان الفريق، طبعا يمكن على ارضنا نبي نجيب ثلاثة نقاط، واليوم يمكن يعني اجتهدنا كثير وما توفقنا انه نجيب ثلاثة نقاط، واكيد زعلانين على انه تعادلنا في اخر يعني المباراه، وما كنا يمكن ودنا نتعادل. لحظة الهدف كان الرائد يؤدي بشكل جيد، بعد الهدف تسلم نجران كثير من زمام الامور الفنية، هل الهدف كان هو المبتغى فقط ومن ثم العودة للدفاع؟ والله هو طبعا تكتيك، يمكن ما في فريق يمكن يجيب هدف ما تضمن، انت يمكن تلعب لاخر دقيقه يمكن يجيب في هدف التعادل، كان ودنا يمكن نعزز هدفنا بهدف ثاني ما توفقنا. فنجران طبعا يمكن ما عنده شيء يخسره، لازم يهاجم، هو يا يخسر يا يجيب التعادل، فممكن توفقوا هم، يمكن اللي حبط الفريق لما جاء الهدف جاب طريقه يمكن ما كان الجميع يتوقعها. يعني احمد ما شاء الله قدم مباراه كبيره اليوم، فممكن هذا اللي اثر على اللعيبه بعد الهدف. أمامكم مهمة على زميلكم أحمد أنه انتشاله من هذا الخطأ يقف على زملاء اللاعبين وعلى الجمهور. لا أكيد طبعا هذه كورة، طبعا الأهداف أخطاء كلنا نخطي في الملعب، يمكن زي ما قلت يمكن ما نحمل النتيجة أحمد، لا هو يمكن كان أفضل واحد اليوم فينا، كان يتكلم كان يوجه، يمكن الخطأ طبعا غير مقصود، لكن إن شاء الله لسه مباراة قدامنا، وأول واحد إن شاء الله يكون فينا أحمد أول. شكرا لوليد الجيزاني، وقبله لوندر أحييك. سأستقي آخر جملة سمعتها من حمود السلوى، أنه لو التعادل أتى في وقت مبكر قد لا يكون وقع الرائد وموضوع الخسارة، ونجران يرى بأنه انتصار، تتفق معه في هذه الجزئية؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم، لا بالعكس أنا ما أتفق مع الكابتن حمود، يعني هذا وجهة نظره، لكن أعتقد يعني الفريق اللي دائما اللي يكون فريق خاسر يعني ما عنده شيء، وأنت تشوف مدرب النجران كم لاعب لعبه، كل تغييراته كانت هجومية، لأنه عنده ما عنده يعني شيء، يخسر بواحد، يخسر باثنين، يخسر بثلاثة، زي بعض، فأعتقد أن هذا اللي خلى يعني النجران يندفع، ولو الرائد كان يعني متخلف بهدف بيكون نفس الشيء. اعتقد يعني لو جاء هدف بدري بعد، احنا كمان ما نتكلم، لو بعد ربي جاب كرة ديبه اللي ضربت القائم كان بعد انتهت المباراه.
لكن ما تجي كذا، لكن الحمد لله على كل حال. هل قرأ عمار سويح المباراة بشكل جيد برأيك؟ والله شوف أنا أعتقد يعني عمار اليوم قرأ المباراة كويس، اللاعبين قدموا يعني اللي عليهم، الشوط الأول كان لكن يعني بصراحة يعني ما هو عذر، ولكن أنا أعتقد يعني أن الكابتن عبد العزيز الفنيطل يعني استعجل في الكروت اليوم، استعجل كثير في الكروت، يعني أول عشر دقائق السناترة يأخذون كروت، أكيد الفريق بيلعب تحت ضغط، يعني السنترين بيلعبون تحت ضغط كبير، فأعتقد أن هذه أثرت شوي يعني. وبعدين شوي فنت يعني كذا حالة صار فيها كارت، صار فيها شيء ما يعني يتكلم مع اللاعبين في كروت لنا، بس يعني ما نقول شيء، هذا وضعنا وإحنا قابلين فيه، ولا ودنا أن نصير يعني لازم نطول أصواتنا عشان نحصل على معاملة ثانية، لا ما يصير يعني. المفروض الحكم يعني ما يكون مشدود، هو من أول ما نزل هو مشدود صراحة، موتر اللعب، وأعتقد الجميع يعني سواء لاعبيننا أو لاعبي النجران اللي أنا تكلمت معهم، المباراة كانت حلوة وكلهم صراحة قالوا المباراة حلوة، باستثناء أن الحكم هو اللي يعني وتر المباراة شوي. أنا بنتقل من الحكم لأنه أنا الموضوع هذا فيه غرامات كثيرة، خلني بتجاوزه وبسألك عن نهاية الدور الأول الآن، هل أنت راضي عن العدد النقطي والمركز؟ والله شوف لو تقول لي أنا راضي، لا ماني راضي صراحة، لكن هذا حالنا ولازم نرضى فيه، يعني أعتقد أن المفروض أن أقل شيء عندنا 6 نقاط زيادة عن النقط اللي الحين موجود، إحنا عندنا تقريبا 14 الآن، المفروض أن يعني أقل شيء عندنا 20 نقطة بصراحة، يعني ضيعنا مباريات كانت يعني صار تعادل في آخر الشوط، يعني أعتقد 6 نقاط المفروض أنها تكون زيادة على العدد اللي عندنا، لكن الحمد لله. أيضا يعني ما أنسى صراحة يعني أشيد بدور الكابتن أحمد الكسار صراحة، يعني حارس صراحة قادم بقوة، الهدف اللي جاء عليه يعني أنا أود أنه ما يأثر عليه ولا نهتم فيه، يعني فدى الأحمد صراحة، يعني لا أحمد أنقذ كور أكثر من الهدف هذا، ويا ما أنقذنا مو هذا أول يعني شيء، فبالعكس يعني الجميع عشاد في أحمد، وأشكر جمهور نادي الرايد اللي صفقوه وحيوه لأنهم عارفين أن أحمد لاعب كبير ويستاهل. أنا الحقيقة اخترت أحمد في الفلاش انترفيو، كنت أعتبره أحد نجوم المباراة، ولكن بالتأكيد الهدف يؤثر غالبا. سأسألك في موضوع الرابطة، حضرت الاجتماع الرابع، هل أقنعك محمد النويسر الصديق لك بعملية العقود حينما اطلعت عليها أنت كعضو؟ والله أنا لسه بالعقود، أنا طالب أني أجتمع معهم على العقود، يعني فيه عندي مناقشة، فيه عندي بعض الآراء عن العقود، وإن شاء الله حجتمع معه الأسبوع الجاي وأشوفها إن شاء الله. التساؤل يقال لماذا فهد مطوع يغرد وحيدا وهو في الوسط من عرف بمثاليته، لماذا ظهر الصوت عاليا على موضوع العقود من فهد مطوع بالذات رغم أنكم على الطاولة ذاك اليوم 14 عضو ما بين رئيس نادي وما بين مرشح لنادي، لماذا أنت بالذات من يطالب الهيئة؟ والله شوف أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي، الأعضاء الباقيين يعني كل واحد يستكلم عن نفسه، أنا أتكلم عن نفسي، أنا أشوف يعني أسأل وأتساءل وأبغى أشوف يعني معلومات خافية، وهذا اللي صار يعني في ذاك الاجتماع. هل ظهرت نتائج غير ما لم يعلن في الإعلام؟ لا ما في نتائج، لا ما في شيء. الإعلان الأهم كان تويوتا راعيا لدوري الموسم المقبل، هل أقنعك العقد؟ والله شيخ العقد طبعا يعني احنا في لجنة الاستثمار يعني ما عندنا اي مشكلة مع العقد، موافقين على العقد، لكن عندنا بعض التحفظات ودنا ان شاء الله نناقشها مع الاعضاء، ودنا الاعضاء وانهم يعرفون ان احنا ما نناقش الا شيء لمصلحة الجميع، ليس مصلحتي انا الشخصية او مصلحة خالد عبد الغفار او سعد العفالك او عبد العزيز الدوسري، احنا لجنة الاستثمار عندنا بعض الملاحظات على العقد، ودنا ان شاء الله اننا نجتمع ونتكلم فيها بعد ان شاء الله ما نحصل على مسودة العقد. حينما سألت الاستاذ محمد النويسر ذاك الاجتماع لماذا لم يكن هناك منافسة، قال بان الجميع صوت انه عقد جيد، لن يكون هناك عقد افضل لكي تطرح منافسة. انا اتفق مع الاستاذ محمد ان هذا عقد جيد ولا فيه عقد ثاني، ولكن لا يجوز اننا نجزم بانه لا يوجد، لانه كان عقد زين وجانا عقد أفضل من زين، فأنا أعتقد أنه يعني من الأفضل بصراحة أن تفتح مناقصة لمدة 30 يوم إذا ما تقدم أحد لهذا السبب، لأننا على أساس أننا نسكر الكلام أنه والله الرابطة ما عندها أحد، ما في إلا شركة واحدة هي اللي متكفلة في كل شيء، أنا أعتقد أننا نعطي الفرصة، إذا ما جاء أحد الشركة موجودة، إذا جاء أحد الحمد لله يمكن يجي أفضل، فأعتقد أن المنافسة شيء جيد، وأنا أتفق يعني وما زلت أقول أنه من الأفضل أننا ناخذ
وقت ونعطي فرصة لشركات أخرى تقدم عروض يمكن يجي عرض أفضل. شكرا لك. شكرا. شكرا للخلوق فهد المطوع. إلى مؤتمر مدرب نادي الرائد نستمع. بقى كل مباراة اللي تجي بعد توقف ما عارفش معناها كيفاش يكون الحضور متاع الفريق. ما كناش يعني في يوم باهي، ما لعبناش على إمكانياتنا، مع ذلك جانا يعني التقدم وجاتنا الفرصة متاع يعني هدف ثاني على الأقل كان يعطينا دفع معنوي ويخلينا يعني نطمئن على جل هذا اللقاء. لكن لعبنا ضد فريق محترم يمتاز خاصة بالسرعة والمهارات الفردية، وهذه يعني من خصال الكرة اللي نلقاو فيها معناها غالبا صعوبات. عموما كان بالإمكان أفضل من مكان وجاء التعادل. بالنسبة لي أنا لو نقيم معناها المرحلة الأولى أعتقد كونه مانيش راضي معناها على حصد النقاط اللي موجود، كان من أفضل، كان عنا كان كنا نجم نكونوا في الترتيب العام أفضل من هكا، لكن هذيك أحكام الكورة. ومهما كانت يعني الحالات حتى لو فزنا في المباراة مازال ينتظرنا معناها عمل في الحالات الكل. فؤاد تفضل. حابب نجي تقصر اليوم شفنا يعني تغيير دراسة اللي صارت مدرب تغيير شوشة مباشرة. السؤال يا سالم.